دي اللقطة الأولانية خالص اللي كهربا جاي يشيل تقريبا ابن مؤمن أو بنته، فبيسلم على كابتن محمود الخطيب، بيسلم على مراته، وراح متجه بعد ما سلم عليهم اتجه تاني للعيبة وفرحتهم. ده أصل ده مالك يعني عادي جدا. فالموضوع لغاية دلوقتي ما فيش أي مشكلة خالص. الزقة دي بقى والزقة التانية دي بقى ليه؟ يعني أنت يعني ولا أنت مسؤول على تنظيم، ولا أنت مسؤول، ولا ده فرحك، أنت جاي راجل مدعو، الراجل أنت محمد فضل مدعو من قبل اتحاد الكورة إنه يكون موجود في هذه الاحتفالية، أنت ولا منظم ولا جاي تنظم ولا بتزق كهرباء علشان قال يعني وسع. أولا إنك تمد إيدك على كهرباء بهذا الشكل، ده أنت حطيت نفسك أنت في موقف المسؤول غير المسؤول، أنا مسميها المسؤول غير المسؤول. طلعت نفسك بره عباءة إنك راجل خلاص بقيت مسؤول في اتحاد الكورة، خرجت نفسك على الشكل المعتاد لمحمد فضل، للناس كانت شايفة إن محمد فضل كادر وجماهير النادي الأهلي كانت بتقف جنبه وبتعمل كادر كبير، وإن أولا وأخيرا الفضل للنادي الأهلي إنك موجود أصلا جنب كابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب، انت يا فضل قاعد جنب الكابتن محمود الخطيب، ده من عشان ايه؟ ده عشان كنت بتلعب في النادي الاهلي والكابتن الخطيب مكبرك ونازل معاك وماشي. طب احتراما للكابتن محمود الخطيب اللي انت واقف جنبه، تمالك اعصابك مش عشان حاجه حصلت غلط. واحد مش عايز يسلم عليك خلاص، انا لو في مكانك كهربا مش عايز يسلم عليا، انا بكل احترام بسال بقف جنب الكابتن محمود الخطيب، بعمل واجبي، اول ما بخلص الصوره ثلاث دقايق واتكل على الله، لان ده مش فرحك، ده فرح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي فرحانه بده. فعايز اقول تاني، مش عايز اكتر في النقطه دي، لان زي ما انت قلت سهام كلنا اتكلمنا عليها، لكن انا شايف ان هذا هو تصرف المسؤول غير المسؤول. بالمناسبه كابتن فضل، انت كمان يعني الازمات مع النادي الاهلي كانت كتير قوي الفتره اللي فاتت، يعني تحديدا كابتن محمد فضل يعني مباراه السوبر وانت اتكلمت عليها سهام، والازمات اللي حصلت بعد كده، وبسبب مباراه السوبر اتوقف لنا ياسر ابراهيم واجايي، ولا وبعدين الموضوع لا بتطلع في الصحافه تقول لا اصل انا ماليش دعوه. الجزئيه الخاصه جدا، معلش يا سهام اخر جزئيه، ان هو دلوقتي دايما بيطلع الكابتن محمد فضل، يعني كان مع الكابتن سيف زاهر، وبيقول يا جماعه جماهير النادي الاهلي لازم تعذرني، انا ابني النادي الاهلي لكن انا دلوقتي محايد. هو النادي الاهلي طلب منك تعمل حاجه؟ يعني احنا مش عايزين منك غير جزئيه واحد، ان هي العدل بس مش اكتر. وكل مسؤول في منطقه، حتى لو في النادي الاهلي، يعني انا اشتغلت في اتحاد الكوره في النادي الاهلي، حب هقلع عباية النادي الاهلي لكن بعمل الحق، لكن ما تحسسناش انك يعني اصل النادي الاهلي طالب منك خدمه او بتمن على النادي الاهلي اصلا. لا، الكلام ده غير، كمان ده غير مسؤول. انت في اتحاد الكوره كمحمد فضل الكادر المسؤول في اتحاد الكوره، بتراعي كل الانديه كلها على مسافه واحده، لكن ما تطلعش تقول كده لان النادي الاهلي ما طلبش ان خدمه منك، او والنبي فضل اعمل لنا الخدمه ديت. لا، الكلام ده مش في النادي الاهلي، النادي الاهلي بياخد حقه، والنادي الاهلي قادر ياخد حقه، والنادي الاهلي لما بياخد حقه بياخد حقه بالقانون وبالطرق الشرعيه. فخلينا نتكلم، ننتظر ايه خلال الساعات اللي جايه، ايه اللي هيحصل يا سهام الساعات اللي جايه. وانا متاكد ان تاني بعدها كهربا ما غلطش، وكهربا كمان ما اعتذرش، لان اللي بيعتذر بيقول انا يعني انا غلطت، لكن